البيشنت هبدا اعلم البيشنت ازاي ياخد ديب بريثنج من ايه من النوز ويكتمه لفتره حوالي من 5 ل 10 ثواني. بعد كده هيبدا يفرغه سلولي من ايه من الماوس. طبعا هناخد ديب بريثنج، هنبدا نعد 1 2 3، بعد كده اخرج من ايه من الماوس سلولي. هكرر طبعا الايه الموضوع ده كذا مره. بعد كده هبدا اقول للبيشنت ان هو ايه يتعلم الموضوع ده عشان يقدر يقرر ايه في الايه في البيت لوحده.